السلام عليكم البنات والميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا بالجميع معايا. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله روتيني الصباحي، اي حاجه وجدتها واي حاجه درتها هانتوما معايا. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا العواشر هادو صافي، غننظف المنزل ديالي مزيان بعد ما رجعت من السفر باش نبداو ان شاء الله في التحضيرات ديال رمضان. بقاو معايا. ودابا كنقول لكم احبابي الله يستر ليا ويستر لكم في وليداتكم والرزيق ديالكم والصحيحه ديالكم، واي حاجه حطيتو فيها يديكم تيسر يا رب. كيف ما كتشوفوا معايا فانا عمرت الماكينه، غنصبق منها نخدمها بعدا باش نخليها تصبن تدور على الحوايج. واكيد فانا نشرت يد المانط هكا باش يتشمشوا في السطح باش نرجع ان شاء الله نتشارك معاكم ان شاء الله اي حاجه درتها هذا النهار. فانا غنخمل ان شاء الله داري كيف ما كتعرفوا. يلا رجعت من عند والديا، الله يحفظ لينا والدينا كلنا يا رب. صافي غنخلي دابا الماكينه باش تصبل لي الحويزات ونمشي انا نكمل الشغل ديالي ان شاء الله. وها نتوما معايا. صافي الفراش كيف ما كتشوفوا معايا فانا نشرته باش يتشمس، وصافي ان شاء الله غنهبط باش نبدا التخمال. وكيف ما كتشوفوا معايا اخواتي هاني بديت معكم. عندي هذا المنظف بصراحه كينفعني في الزاج، كنمسح به الزاج السراجم وكنمسح به الالومنيوم كيخليهم نقيين. صافي بديت من الفوق، وكنتمنى اخواتي الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتابعوا معايا جميع المراحل. واللي كتمنى شي حاجه في خاطرها يا ربي تحققها ليها، يا ربي تيستر امورنا جميع، الله يستر امورنا يا رب. صافي انايا كنستمر، واللي عندها شي شغل اللي عندها شي شقه اللي باقا ما خملات اللي باقا ما صبنات تنوض وتسقى وتنقي دارها في العواشر هادو. هذه فرصه ومناسبه اننا نقيو ديورنا، نحيدو علينا ديك كثره الشقه في رمضان باش كيبقى لينا العباده. واكيد ضروري النظافه حتى في رمضان، ولكن ماشي بحال دابا شعبان كنحيدو علينا بزاف ديال الشغل. كنقيو دارنا مزيان وكنوجدوا التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. اي حاجه درتها غنتشاركها معاكم. كنتمنى تدعموني وما تنساونيش من اللايكات اخواتي، ما تنساونيش من الاشتراك وتعليق محفز. صافي هاني دابا كنمسح الثلاجه، غنمسحها كلها من القدام ومن الجوانب. واكيد فانا مسحتها يد من الداخل، ما تشاركتهاش معاكم حيت هي مؤخرا تشاركت معاكم التنظيف ديال الثلاجه. فانا يلا كيف ما قلت لكم رجعت من السفر ضروري كيكون الشقه كثير. ايوا صافي هاني كنكمل. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب ورأي صائب فكر منير. فيا أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور، تنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. ها 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 ها
السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور تنزلت السكينة في رباها وأمطرها من الرحمات نور وأمطرها من الرحمات نور فللقرآن فلنبذل ونسعى فغيث الفضل هاتان غزير نعيم في الحياة ومكرمات وفي الأخرى إلى الخلد المصير وفي الأخرى إلى الخلد المصير كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح دابا كيف ما كتشوفوا معايا احبابي فانا غسلت الماعن فالروتين ديال اليوم روتين تحفيزي باش نحفزكم ان شاء الله على السقه والنقه ما كاين غير السقه والنقه فالعواسر هادو صافي انايا كنكمل غنشيت هاد البليصه اللي باقا ليا في الكوزينه صافي وكنمسحها كنشفها مزيان وغنمر عاوتاني نمسح الالومنيوم هاد البيبان ديال الالومنيوم اللي كاينين لتحت باش نصيق وهانتوما معايا وكنتمنى اخواتي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتساندوني ويعجبكم المحتوى ديال قناتي ان شاء الله وكنتمنى لكم كل خير وعواشركم مبروك الله يدخل علينا رمضان المبارك بالصحه والسلامه وطول العمر وبالرزق الوافر ان شاء الله جميعا وكنشكر كل من دخل لقناتي ودعمني شكرا لكم بزاف شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه صافي وكنستمر نكمل هنا كيف ما كتشوفوا المجوره صافي مرتبين غير غنمسح صافي نمسح هذا الالومنيوم كامل ونرجع معكم باش نصيق سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فانت له تعبت مني فكم اسرفت اتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله صافي هنايا بعد ما صيقت فانا مسحت بالجفاف نشفت مزيان صافي كيف ما كتشوفوا معايا هاني ساليت من الكوزينه بصراحه رجعت كتشقشق بالنقا الحمد لله فالعواشر هادو نعطيكم شويه ديال الحماس باش اللي عندها شي سقه واللي عندها شي روينه تنط حيدها عليها في هاد العواشر وهنايا فانا صيقت الدار كلها وغسلت السراجم كيف ما كتشوفوا معايا صافي ونشفت ورديت الفراش وانا رديت الغديوه هكا غير في الكوكوط ما تشاركتهاش معاكم غديوه يعني عاديه كيف ما كتشوفوا انا حطيت الغدا ديالنا طيبت غير شويه اللحم والخضره اللي عندي كلها في الثلاجه صافي نتغداو ان شاء الله اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال ونرجع معكم باش نحضروا واحد الكيك بنكهه الحامض ودابا بعد ما تغدينا غنجبد معكم ان شاء الله كيك كيك يومي اقتصادي عندي هنايا 4 ديال البيضات البيضات شويه صغار الا كانوا عندكم كبار ديروا غير 3 وغنحتاج واحد كاس ديال سكر سنيده ما عمرش مزيان كيف ما كتشوفوا خاصو واحد الصبيع وعندي هنايا كاس عنبه الا ربع ديال زيت نباتيه
وعندي هنايا واحد نصف حامضه معصوره، عصير ديال نصف حامضه، وعندي القشره ديال الحامض اللي كنت خرجتها من المركز ديال الحامض اللي تركت معاكم، كنكهو به. هانتوما كنكهو به الحلويات ديالنا، كيجي زوين. صافي، وغنحتاج جوج خمائر ديال الحلويات من فئه 7 غرام او 8 غرام اللي متوفر عندكم، وواحد شاسي فاني، وغنحتاج واحد دانون فاني من فئه 110 غرام، والطحين كيبقى على حسب الخليط. وهنايا حطيت قبصه ملح، ونبدا على بركه الله. وهنايا كنهرس البيض صافي، وكنحطو في البول. صافي، الثالثه الرابعه، وغنزيد كاس ديال سكر سنيده الا اسبوع. صافي، وكنبدا نطرب بالطراب الكهربائي، ممكن غير الطراب اليدوي، ماشي بالضروره الطراب الكهربائي. صافي، وكنبقى نزيد الزيت بالتدريج، الزيت النباتيه، وغنزيد شاسي فاني، القشره ديال الحامض، وغنزيد العصير ديال الحامض. صافي، وكنزيد نطرب واحد شويه. صافي، دابا غنكملو غير بالطراب اليدوي كيف ما قلت لكم. الطحين على حسب الخليط، فانا وجدت 3 ديال الكيسان، ولكن كيبقى دائما على حسب الخليط. غنقول لكم في الاخر شحال خدا مني. ودابا كنضيف دانون من فئه 110 غرام، وكنخلط مزيان. صافي، كنوضع شويه ديال الطحين باش نضيف جوج خمائر ديال الحلويات. صافي، كنغرب لهم، او كنبقى نخلط، وانايا كنضيف الطحين. فالخليط ديال الكيك كياخد 3 د الكيسان او 3 قل ربع على حسب النوعيه ديال الطحين. المهم انا خدا مني 3 ديال الكؤوس الا ربع. صافي، كنبقى نخدم في الخليط، وكنزيد الطحين. وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك. دائما خذوها قاعده، بقاو تكتبوا هكا شي عدد وكيبقى مكتوب هكا فوق الخليط. صافي، كيكون الخليط ديال الكيك وجد. صافي، غنمروا ان شاء الله باش نطيبوا الكيك. كيف ما كتشوفوا فخدا مني 3 ديال الكؤوس الا ربع. وهنايا دهنت المول بالزبده، عندي الزبده ديال العلبه. صافي، غناخد الطحين اللي شاط ليا، وغنرش المول. صافي، كنمرر الطحين فيه مزيان. صافي، ونخوي مباشرة. في المول وحنا رافعين يدينا الفوق، دابا كنحاول نحطو شويه بحال هكا باش كنخرجوا الهواء اللي فيه. صافي، غندخلوه دابا للفرن، يكون بارد، غير نشعل الفران وندخلو. فانا غنطيبو غير في الفران ديال الغاز. صافي، غندخلو غير من الفوق حتى يتنفخ مزيان ويتحمر من التحت، ونردو لتحت عاوتاني باش يتحمر من على الوجه ديالو، ورجع معاكم. ودابا حبيباتي الكيك ديالي طاب، فانا خليته على عافيه مهيله حتى شميت الريحه ديال الكيك. غطليت عليه، بصراحه كيجي خفيف ومحمر ومنفوخ. فهاد المول شويه كبير بزاف، الا درتو واحد النوع بحال هذا كيكون شويه صغير، فغيجيكم عامر بزاف، غيجيكم زوين. وتا دابا راه جا زوين ومنفوخ. المهم غنقلبو، ما حدو سخون. ها نتوما، بصراحه كيجي رائع، كيجي هشيش، والريحه ديال الحامض ما نقول لكمش، بصراحه كتشهي. ها نتوما كيجي محمر وكيجي زويون.
نحاول نقلبوا هنايا هانتوما. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالو. بصراحه ما غنزينو ما والو، غنقدمو ليهم للكوتي بحال هكا. غير غنقسمو معاكم ان شاء الله، نخليه غير واحد شويه يبرد واحد شويه ونقسمو معاكم. بصراحه غير جربوه فهو كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ وكيجي زوين بديك المذاق ديال الحامض وكيجي رطيطب. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا خليت واحد جوج ديال الدقيق، صافي غنقطعو معاكم واخا باقي شويه سخون. كيف ما كتشوفوا بصراحه كيجي اسفنجي هانتوما، بصراحه كيجي زويون. وبسم الله على بركه الله غنقطع معاكم طريف باش تشوفوا كيفاش كيجي الكيك. هانتوما صراحه الريحه ديال الحامض والقشره ديال الحامض كتجي زويونه وكيجي هشيش واسفنجي. صراحه كيجي لذيذ. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي تشاركت معاكم هانتوما. جربوه بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش اخواتي تبارطاجيو لا فيديو الى عجبكم وتضغطوا لايك واشتركوا في القناه وبارطاجيو لا فيديو. شكرا لكم وخليوا لي شي تعليق محفز. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريسكم وفي الصحيحه ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.